وشوشة. الموضوع اصلا اول ما كلموني في ان، فانا لما روحت كنت فاكرة ان هم مكلميني عشان فكرة الفتنس والرياضة وكده، وهم عايزين يدخلوا ده على البرنامج. ففوجئت ان هم لا، هم بيكلموني كاللي هي هدى بنت ونيس اللي كبرت. اكيد الناس هتبقى عايزة تعرف لما كبرت بقى بتفكر ازاي، بقى بتعمل ايه، ان الفترة السنية اللي انا فيها ممكن يبقى في طبيعي في ناس كتير من الجيل بتاعي، الجيل اللي اتفرج عليه وانا صغيرة وكبرنا مع بعض، هيبقى كل الناس دي مستنياني. فكان دي الفكرة بتاعت البرنامج. فاحنا بنتكلم شري، طبعا شري هلا ابو الحسن اللي هي اصلا الاعلاميه بتاعت ست الحسن، وهي اصلا صاحبه البرنامج، احنا كلنا دخلاء عليها بصراحه. هي صاحبه البرنامج، هي اللي قالت لي انا شفت الفيديو بتاعك بتاع فرتكه وبجد عجبني جدا، وكان مليء بالطاقه والحيويه، ومش عارفه الناس ليه شافت الموضوع بشكل يعني بشكل فج. هو اصلا لو انت ركزت هو طاقه ايجابيه، واحده مبسوطه فاللي تحت مبسوطين، بس احنا بنبسط بعض يعني طاقه ايجابيه. فساعتها استاذ مصطفى السقا رئيس القناه قال لي زومبا، ايه الزومبا، ايه ده انت انستراكتور زومبا، وكانت مفاجاه بالنسبه لهم. فقررنا ساعتها ان احنا هنبقى بنحاول ندخل الزومبا في حلقه. ففعلا في اول اسبوع في البرنامج دخلنا الزومبا في حلقه في اول اسبوع وتاني اسبوع، وعملت مشاهده عاليه جدا، وكان في كومنت ايجابيه وكان في كومنت سلبيه، لحد ما بقيت انا يوم الخميس بطلع لوحدي. لما ابتدينا نطلع اطلع لوحدي، فبقى الناس بتطلب مني الزومبا، وكانت دي بالنسبه لي مفاجاه. انا ما تخيلتش الناس هتقول لي احنا عايزين يا ريم نشوف الزومبا، لا احنا مستنيين الزومبا، اعمل لنا زومبا تاني، احنا بنحب الزومبا قوي. فلقيت كومنتس مثلا في 100 في منها 85 او 90% ايجابي وفي 10 سلبي، فيبقى لا انا بعمل حاجه صح، او بعمل حاجه بتفيد الناس وبتسعد الناس، فيبقى ليه لا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.